بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ربنا على كل نعمة، ونصلي ونسلم على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة، ولنترضى عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم إلى يوم الدين. اللهم وارض علينا معهم يا رب العالمين. قال الله تعالى في سورة المؤمنون، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذه الآيات يا أيها الإخوة في ختام أواخر سورة المؤمنون سياقة ربانية عظيمة، ابتدأت بخطاب الكافرين الذين ضلوا وانحرفوا عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، فجاءت الآيات لتعنفهم وتبكتهم وتشير إليهم إلى أنهم ضيعوا أهم ما خلقوا لأجله وهو الدين. في ختام الآيات يطرح رب العزة عليهم، على الكفار وعلى كل عاقل من بعدهم، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يطرح هذا التساؤل، أي كم عشتم في هذه الدنيا؟ كم كانت مدة مقامكم ولبثكم وحياتكم في هذه الحياة التي عشتموها؟ متى يكون هذا السؤال؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة، وإذا دخل أهل النار النار. كم لبثتم في هذه الحياة من السنين بالعدد والدقة والتحديد؟ أما الكافرون فإن صوابهم قد طاش بعد أن وضعوا في هذه النار والعياذ بالله تعالى، وكذا العصاة من المؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم ولم يطيعوا أمر ربي، فيكون الجواب من شدة البلاء الذي حاق بهم: قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كم لبثنا؟ ما كانت مدة مقامنا في هذه الحياة الدنيا إلا يوما واحدا، ولعله أقل من ذلك، كما قال ذلك أهل الكهف يوما. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهنا يقولون أيضا، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالكافر يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، ثم يرفع منها فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا وعز بك، حياتي ما شفتش نعيم طول حياتي من غمسة واحدة في النار. ويؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيدخل إلى الجنة فيغمس في نهر الحياة، ثم يخرج فيقال له: أرأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعز بك، نسي. هؤلاء من شدة ما لاقوه في العذاب يقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم، كم كانت مدة مقامنا في هذه الدنيا؟ ما هي إلا قليلة. فتجيبهم الآيات الكريمة، يقول الله تعالى: قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الحقيقة أنكم لم تلبثوا يوما أو بعض يوم، لبثتم أكثر من ذلك بكثير، ولكن هذا مقارنة بما ستلقونه الآن من عذاب مقيم لا تخرجون منه، ما هو إلا قليل في جنب هذا العذاب الدائم. حقيقة قال: إن لبثتم إلا قليلا، رغم أنكم عشتم 60 و70 و80، ولكن كل هذا قليل في جنب ما ستلقونه اليوم. وهذا الخطاب كما قلت يا أيها الكرام في الأصل للكافرين،
ويلحق به من عصى الله تعالى من المؤمنين، ولا يخلد العاصي في النار كما هو قول أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما يعذب على مقدار ذنوبه، ولكن غمسة واحدة في النار كما أشرنا في الحديث تنسي صاحبها كل نعيم ذاقه في الدنيا. فكيف للمؤمن أن يقول كما يقول بعض الناس بتعذب وبطلع أخذت الجنة أنا من جماعة لا إله إلا الله؟ صحيح، لكن غمسة واحدة تنسيك كل شيء. من يريدها؟ أعوذ بالله منها. قال إن لبثتم إلا قليلا، مهما طالت حياتكم بجنب ما ستتعرضون له، لو أنكم كنتم تعلمون وتفقهون وتدركون أن الحياة المستقرة الآخرة هي الحياة الآخرة. في جنب هذه الآية الكريمة يحضرني قصة قرأتها عن بعض أهل العلم فيها عبرة وعظة، وذلك أنه يروى عن الحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تعالى، ذاك المحدث الكبير الذي عاش في القرن الثامن الهجري رحمه الله، صاحب الكتاب الشهير فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهو من أعظم ما ألف في شرح البخاري. هذا العالم الجليل كان قد اشتهرت كتبه في حياته وتهاداها الناس وعلت مكانته بين الناس وعرف قدره، فكان يحضر درسه مجلسه الذي يعلم فيه الكثير من الناس. فلما خرج يوما من درسه وكان يحف به كثير ممن يستمع وينتفع بكلامه، إذا برجل من يهود، وكان الحافظ ابن حجر يرحمه الله تعالى في القرن الثامن كما قلت في مصر، يسكن مصر. قال فإذا برجل من يهود يأتي إليه وثيابه كلها متسخة ويبدو عليه المسكنة والفقر، فاستوقفه فوقف له، قال أنت عالم المسلمين وإمامهم، وأنتم تقولون أيها المسلمون إننا نحن غير المسلمين نؤتى نصيبنا في الدنيا ويوم القيامة ليس لنا شيء، وأنتم تقولون أن الإنسان في الدنيا من غير المسلمين سينال نعيما وخيرا يكافئه الله تعالى على أعمال عملها في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فأي نعيم أعيشه أنا وأي بلاء تعيشه أنت وحولك كل هؤلاء الناس؟ سؤال حاد واستفهام قوي، فأجابه بديهة رحمه الله تعالى جوابا أقوى من سؤاله، فقال أما بلاؤك الذي تتعرض له الآن، فقير ما عنده شيء مسود الثياب، أما بلاؤك في الدنيا فإنه ذرة في جنب عذابك يوم القيامة، وأما نعيمي أنا في الدنيا فإنه ذرة من النعيم إذا أدخلني الله يوم القيامة الجنة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن نبيكم رسول الله. لو أن العاقل قاس الأمور بهذا المقياس الذي أشار الله إليه في هذه الآية لأدرك حقائق الأشياء. قال إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون، لو تفهمون مهما عشتم في هذه الحياة الدنيا فهو قليل. أشير إلى الآيات التي قالها رب العزة أيضا في سورة الشعراء، وهي ذات بال وتعلق بالموضوع وتقارب في المعنى. قال الله تعالى في سورة الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عش ما شئت، بدل الخمسين مئة،
و120 أيضا. وخذ من الدنيا كل متعها ولا تهتمن بحرام أو حلال ولا تلقين لذلك بالا، فما هو ذبال عندك يا أيها الإنسان؟ والله تعالى يقول لك كل هذا، يبتدئ بقوله: أفبعذابنا يستعجلون، الكفار والعصاة والذين انحل الإيمان من قلبهم. قل أين هذا العذاب الذي تعدوننا به؟ ما نجد العذاب إلا يحيط بكم أنتم يا أيها المؤمنون، يا جماعة الجويمة البلاء كله مصب عليكم أنتم. أين العذاب الذي تعدون الكفار به والضالين والمنحرفين والفاسقين وغيرهم؟ تجيبهم الآيات الكريمة: أفبعذابنا يستعجلون. طيب ما في مشكلة. أفرأيت إن متعناهم سنين طوالا كما قلنا، بدل 50 100، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، وهو العذاب الذي وعدوا به إن لم يكن في الدنيا سيحيق بهم بالآخرة، وأول منازلها البرزخ أي الموت. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بأن ماتوا، وابتدأ الحساب والعقاب الذي وعدوا به. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ كانوا في الدنيا لم ينقصوا نوعا من أنواع النعيم إلا نالوا. كم من الناس اليوم من يقول: أنا لا أرضى إلا آكل أحسن الطعام وأشرب أحسن الشراب وألبس أحسن اللباس، لا أرضى بأقل من ذلك، أريد أن أكون في كل شيء قمة في الدنيا، أما في الدين فأنت أسفل سافلين. أليس هذا حال كثير من الناس؟ أريد كل شيء، أحسن سيارة وأحسن بيت وأجمل زوجة وأحسن طعام وأحسن شراب وأحسن ملابس، وفي دين الله أنت أحسن الناس أم لا تلقي لذلك بالا؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، نلت كل هذا وهو محدود معدود، نلت وحصلته وأخذته إلى الثمالة، وبعد ذلك سيأتيك قدرك ثم ترحل عاجلا أو آجلا إلى الله عز وجل ويأتيك الحساب. ما أغنى عنهم؟ ما نفعهم؟ ما أفادهم ما كانوا يوعدون؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من هذا النعيم الذي طلبوه في الدنيا؟ يقول القائل: أفينبغي للإنسان أن يكون في هذه الدنيا محطا للبلاء وموضعا لشؤم القضاء إن صح هذا التعبير؟ أقول لا، لا يا أيها الكريم، لم يطلب منك ربك أن تسأله بلاء ولا مصيبة، ولكن إن حاقت بك المصائب ووقع بك البلاء فاذكر ما سيقدره الله تعالى عليك من الصبر من النعيم إن صبرت على هذا البلاء، يخف عنك أثر هذا البلاء وتطمئن نفسك وتتذكر أن حياة دائمة أمامك قادمة أنت تقدم عليها في لحظة من اللحظات. قال تعالى: قال إن لبثتم إلا قليلا. نعود إلى سورة المؤمنون. لو أنكم كنتم تعلمون، قال الله تعالى في سورة الملك أيضا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الآن تعترفون أنكم هل كنتم مجانين في الدنيا؟ قال لا. ما المقصود إذن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل؟ أي عقلا يحجزنا عن معصية الله، وسمعا يؤدي بنا إلى طاعة الله. هذا هو العقل الحقيقي وهذا هو السمع الحقيقي. وقالوا لو كنا نسمع لأمر الله فنطيعه، أو نعقل ما وجهنا الله إليه فنطبقه، ما كنا في أصحاب السعير. ولكن كان عقلنا وسمعنا وبصرنا وكل ما أوتينا ما لا يوجه إلا لشأن الدنيا، كله لمصلحة الدنيا، فلذا لم يبق لنا شيء في الآخرة. تختم الآيات فتقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تنزه سبحانه
لا يليق بعظمته وعدله وحكمه وما خلق البشر لأجله أن يخلق الناس هكذا أملاً بلا فائدة وبلا مصلحة وبلا منفعة تعود إليهم، إذ هو لا يعود إليه شيء من مصلحة العباد، إنما النفع يعود عليهم هم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ورد في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها، عن هذه الآية، والآثار هي أحاديث ضعيفة أو حينا شديدة الضعف، لذا نقول عنها أثرا، ولكن في هذا المكان لا بأس بإيرادها لأنه لا يبنى عليها حكم شرعي. قال: لو أن موقنا قرأ بها بهذه الآيات، لو أن موقنا قرأ بها على جبل لزال من مكانه. أفحسبتم، الإنسان يقرأها ويتأدب بين يدي الله فيها فيجد فيها من العظمة ومن السطوة الإلهية ما فيها، هذا كلام رب البشر سبحانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، حاشاه أن يترككم هنا بلا فائدة وبلا مصلحة وبلا غاية تكون لأجلكم فيها خيركم. كثير من الناس لا يدري لما خلق وماذا يصنع إن خلق وماذا أمامه بعد أن يموت ومن ثم سيحيا. كثير من الناس لا ينظر أبعد من مكان خطواته التي يمشي بها برجليه، لا ينظر، ولا هم له إلا طعام أو شراب أو لباس أو نكاح أو مظهر يفتخر به على عباد الله، ولا يهمه شيء آخر بعد هذا. والمؤمن لا يكون مثل هؤلاء أبداً يا أيها الكرام، لا يكون ممن يقف بين يدي الله يوم القيامة ليقول له: أكنت من الذين يغترون بي ويظنون أن لا حساب ولا عقاب ولا جزاء ولا نعيم، وأنك خلقت بلا فائدة، وأنك وجدت في هذه الدنيا بلا هدف. هذه المسألة يا أيها الإخوة لو وضعها العاقل بين نصب عينيه لوجد فيها خيرا كثيرا. أنا وجدت في هذه الدنيا بناء على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس لا يفهم من هذه الآية إلا، يعني مثلا هكذا في ظني، أنني سأصلي وأصوم وأقرأ القرآن، هذه العبادة، وهذا غير صحيح. قال: غير صحيح، ما أقصد أن الصلاة ليست العبادة أو قراءة القرآن ليست العبادة، أنا ما أقصد هذا، وإنما أقصد أن كل أفعالك التي تقوم بها إن كان فيها خير لنفسك أو لغيرك ونويت بها أن تفعل نفعا لنفسك أو غيرك أثبت عليها وكان لك فيها أجر وكانت عبادة تتقرب بها إلى الله. فالطالب حينما يدرس وينوي: أنا أنوي أن أخدم الناس بهذا العلم الذي علمني الله إياه وأن أعلمهم منه ما استطعت، بهذا العمل يؤجر وهو يعبد الله. إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعرفون في تفسيرها. فإذا عرفوا الله حق معرفته عبدوه حق عبادته في كل أعمالهم. تنزل إلى عملك صباحا فتنوي وأنت تضع خطوتك الأولى، نويت في نفسي، قال: ماذا أنوي؟ أن أعف نفسي عن الحرام، لا أسرق، لا أغتصب مال أحد، أن أكف نفسي عن السؤال، ما بطلب من حدا ولا بش حد، كل نية من هذه النوايا عبادة، أن أكف نفسي عن الحرام، أن أكف نفسي عن ذل السؤال للناس، أن أعف زوجتي وأولادي عن الحاجة لعباد الله تعالى. ثالثا:
وأن أتصدق بما فضل عن مالي إن استطعت إلى ذلك سبيلا. كل واحدة من هذه تثاب عليها وأنت تعبد الله فيها في أي نوع تعمله من أنواع الأعمال. إذن إلا ليعبدون، فكل ما يقومون به من أعمال الدنيا تتحول إلى عبادة يثاب عليها العبد المؤمن إن نوى بها النية الصالحة، وبذا يفهم أن الله تعالى لم يخلق هذا الإنسان عبدا، وإنما خلقه لما فيه خيره وخير غيره، لعمارة هذه الأرض بطاعته وبعبادته التي نوعها سبحانه وتعالى وجعل فيها كل العمل الصالح إن ابتغي به وجه الله عبادة يؤجر عليها الإنسان. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق. تنزه أن يترك الناس هكذا يخلقهم بلا فائدة، ومن ثم يتركهم بلا سؤال ولا حساب. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وعبرت الآية الكريمة بهذه الخاتمة رب العرش الكريم إشارة إلى عظمة خلق الله تعالى، والعرش من أعظم ما خلق الله تعالى. فالإنسان حينما يعبده ويعرف أنه خلق بهدف سام يؤديه في هذه الدنيا يتعاظم في نفسه شأن عبادته لله، ويعظم في نفسه أثر مثوبة الله وحسابه وعقابه أو نعيمه يوم القيامة، فيسمو بنفسه فيكون عظيما كما خلق الله تعالى ذلك العرش العظيم. جعلنا الله تعالى ممن يستمعون فينتفعون ويتبعون، والحمد لله رب العالمين.